عرفينا باسمك. اسمي ميرفت. انت بتعملي هنا يا ميرفت؟ هنا انا شغاله هنا في المزرعه، هنا بشتغل في الطماطم، بجيب زهور من الاب وبطلع حبوب اللقاح بتاعتها اللي هي ديت اها، وباجي بنضف الزهره اللي زي دي كده وبغسيها بالبودره دي كده كده بس. شغلكم هنا من الساعه كام؟ بنبدا من الساعه 8 للساعه 1. بنبدا كل واحده ليها صوبه، كل واحده لها صوبه معينه، بتيجي الصبح بتطلع حبوب اللقاح بتاعتها وبتبدا تشتغل، بتفضل شغاله لغايه الساعه 1 بالظبط. الساعه 1 بنطلع من قلب الصوبه، وكل واحده عارفه صوبتها عارفه شغلها. انتوا اتعلمتوا ازاي التهجين من هنا؟ من الدكاتره. احنا في الاول كانت من الدكاتره، وكانت في ناس اقدم مننا، بنات اقدم مننا هي اللي علمتنا. يعني في بنات اقدم مننا، في بنات هنا بقى لها 20 سنه، وفي بقى له 15 سنه، فالناس دي كلنا علمنا بعضنا ببعضنا كده. تمام. الصوبه هنا بقى بتاخد قد ايه مثلا المده الزمنيه بتاعتها عشان تطلع ثمره؟ بتقعد قد ايه يعني؟ بالنسبه لعمليه التلقيح وتعد بتاخد اسبوع. هي بتبان بدايتها من اول، يعني انا النهارده لقحتها 4 ايام بالظبط، وتبدا تظهر انها تبقلل كده زي كده مثلا، حاجه زي كده، زي زي دي كده، يعني دي بدات تبقلل كده. دي بقى لها 3 ايام، اللي زي دي كده بقى لها 3 ايام. انت بتشتغلي ايه هنا زينب؟ بشتغل برضك دكتور، يعني اجيب حبوب لقاح اطلعها وابدا انا انضف، وعاوز بودره اهجم بيها. تمام. انت كل واحده مسؤوله عن صوبه؟ ايوه، كل واحده ماسكه صوبه هنا. انت مسؤوله عن صوبه ايه بقى؟ اتش 14 برضو.